ميلاد المسيح له تأثير خاص وله ميزة خاصة، شو اللي جعل هذا الميلاد يكون مميز؟ يعني انه مثلا عدد مستخدم مثلا بعد الميلاد قبل الميلاد، ليه؟ ليه المسيح بالتحديد مش شخصية تانية؟ ليش هو يعني ليه بالتحديد يسوع؟ حتى يحمل خطية العالم. ما يعني لما هو ولد هيك ولادة حامل رسالة، وهي رسالة هي فدا البشرية، فهو جاء لغرض معين ولازم يظهر بين الناس كإنسان حتى يستطيع أن يتحمل الموت، موت الصليب.